والله بص، انا للاسف الشديد احنا في حاجات كتيره جدا لازم تتغير، مش بس صحيح. ان احنا نقول حكام اجانب او حكام مصريين، لازم يكون في عقوبات رادعه. نبدا بالحكم الاول يا سيدي، نبدا بانفسنا، عقوبات صحيح رادعه للي يسيء لمنظومه والله، القانون. لسه كنت بقول كده في بدايه الحلقه النهارده يا كابتن عصام. ده شيء لازم يحصل. لازم احنا بنقول عاوزين نرجع الجماهير. نرجع الجماهير ازاي؟ نرجع الجماهير ازاي واحنا شايفينه ده على في منظومه كره القدم بيحدث ازاي؟ ازاي احنا بنقول نقول للامن، بنحاول نقنع الامن انه يساعدنا في عوده الجماهير، وكنا بنقول الفزاعه ان الامن مش موافق. لا، ده الامن عنده حق بقى. الامن عنده حق، اما الناس المسؤوله على الرياضه بتعمل كده، او المسؤوله عن بعض عن في 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 على بعض المهام الرياضيه في انديه او في اي مكان اخر وبتعمل كده، صعب جدا، صعب صحيح. جدا.